الكل وكأنهم سعداء، ألا تعتقد أن هذا ممكن أن يحدث ويتكرر مرة ثانية إذا ما قامت إسرائيل بضرب إيران؟ اعتراضات دولية كبيرة جدا بلا عقوبات أو ضغط على إسرائيل، رغم أنها مخالفة للكثير من الأمور اللي مخططة إلها أمريكا. نعم قطعا أنا أؤيدك 100%، لأنه عملية طيران دولة على دولة أخرى ليست حتى مجاورة لها، وضرب مفاعلات غير يعني متأكد فيما إذا كانت فعلا عسكرية أو سلمية أو إلى آخره، لم يصدر بشأنها قرار دولي، لم يصدر بشأنها اتفاق نووي، الدولة التي ضربت غير مخولة دوليا بالضرب، كل هذا يمثل خرق للقانون الدولي. وبناء عليه ما دام هو خرق يجب على أي دولة تلتزم بالقانون الدولي أن تعترض وتدين وتستنكر وإلى آخره، وربما حتى يصدر قرار إدانة من مجلس الأمن أو أي دولة أخرى. يعني إذا حصل هذه الضربة أنا لا أشك بأنه روسيا والصين سيدفعون باتجاه قرار إدانة، وربما الولايات المتحدة الأمريكية لن تمانع في صدور مثل هذا القرار، لكن واقع الحال الكل سيتنفس الصعداء، سواء في واشنطن، في تل أبيب طبعا كما هو معروف، بل وحتى في عواصم أوروبا، بل وحتى ربما في موسكو نفسها. يعني حتى موسكو نفسها لا ترحب كثيرا بجار ولو كان صغير من نوع إيران نووي محادي لقوتها. فتعرف الآن هناك تنافس قوي بين إيران وروسيا غير معلن في الساحة السورية مثلا على سبيل المثال. لهذا لا تفكر موسكو أبدا بدعم طموحات إيران النووية، صحيح هي يعني لا تقف ضدها علنا، لكن هذا يعني متوقع عندما تحدث. رأيت بنفسك الغارات الإسرائيلية التي كانت تحدث وما زالت تحدث في الداخل السوري لضرب المناطق الإيرانية والنفوذ الإيراني، بالرغم من أن هذه المنطقة تعتبر محمية مباشرة من روسيا، السماء الروسية، السماء السورية محمية من روسيا، مع ذلك روسيا لا تمانع مطلقا في مثل هذا الموضوع إلا إذا تعرضت هي للضرب. تذكر الطيارة الأوكرانية أو عفوا الطيارة اللي أي أوكرانية كانت اللي اعتمدت إسرائيل ختلت وراها طيارة روسية وانضربت يعني إلى آخره. فقصدي من هذا الموضوع أنه نعم أنا أتفق معك أنه ردود الأفعال الرسمية نكاد أنا وأنت والعالم كله يتوقعها في حال حدوث مثل هذه الضربة، لكن واقع الحال لم يحدث شيء من ذلك. ممتاز جدا. إذن